فان، فان،, فان 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 انا فان؟ الحل انا الحل المزه كلنا مزه يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف يا شباب عادل او اس اي جيمر معكم مساءكم خير شمساوين. وش مسوين وش علومكم اليوم جايب لكم مقطع بسيط عن لعبه تايتن فول طبعا التاخير في تنزيل المقطع او مقطع عن لعبه تايتن فول كان السبب اني تبغى اوصل للليفل الاخير اللي هو ليفل 50 من غير ما أرقى برستيج طبعا في برستيجز وفي الاشياء هذه الحلوه اللي كانت في كود بحكم ان اللعبه مطوره من نفس اللي طوروا كود 4 او كود مودرن ويرفير 2. لكن مو موضوعنا هذا كنت ابغى اوصل في 50 عشان اعرف وش سالفه اللعبه والاشياء هذه لكن احس اني في المكان المناسب اللي اقدر اعطي وجهه نظري عن اللعبه بعد نزولها نزولها صار لها تقريبا اسبوع ونص. خليني ابدا في البدايه كثير من الناس كانوا متوقعين ان اللعبه لأنها ماخذة ضجة مرة كبيرة وصاير عليها ضجة مرة 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 عالية وأن الدعايات اللي فيها مرة كثير وأن الناس مرة متحمسين عليها وأن وإلى كانوا يتوقعون أن اللعبة راح تفشل. وجهة نظري أحس أنه اللعبة أبدًا ما فشلت. أحس أنه اللعبة من جد من جد نجحت وأحس أنها راح تستمر. في البداية أول ما نزلت أول ما قبل تنزل حتى بكم يوم ومو قبل كم يوم حتى قبل كم أسبوع لما كانت بيتا لما كانت طور التجربه، كان في بعض الناس يتوقعون انه اوه والله لعبه مسألة اسبوعين ثلاثة الين الناس توصل ما دي كم بعدين تطفش. ممكن اتفق معك في النقطة هذه لكن برضو اختلف معك. اللعبة لو نزل لها اضافة الناس راح تبدع لها. إذا ريسبون آه اللي هم الاستوديو المطور للعبة و اي اي اللي هو الناشر للعبة تعاملوا بتعامل مرة ممتاز. وخلوا الناس ترجع للعبة زي ما قاعد باتل فيلد 3 اذا تذكرون كيف كانت على مر سنتين كاملة اللعبة لسه الناس قاعد تلعبها بوجهة نظري احس انه اللعبة راح تستمر طبعا عشان اعطي وجهة نظري في اللعبة من الحين واعطيك وجهة نظري من غير ما تستنى لين اخر المقطع انا ارى ان اللعبة تستاهل التجربة بشكل جدا كبير اللعبة للاسف حصرية فقط على البلاي حصرية فقط على الاكس بوكس 1 والاكس بوكس 360 والبي سي طبعا تجي تسالني الحين تقول لي هل تستاهل اني اروح اشتري اكس بوكس 1 عشان العب اللعبه ولا اروح اشتري بي سي عشان العب اللعبه؟ عشان اكون معك صريح انا من الناس اللي انتقلت للبي سي قبل تقريبا ثلاث سنين وابدا ابدا ابدا ما ندمت على اني انتقلت على البي سي للامانه يعني واحس انه من افضل الاشياء اللي سويتها بحياتي. مو بالقصد انه الاجهزه سيئه وانه البي سي افضل وهذولك خايسين وكخه وبعد عنهم لا 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 بس بوجهه نظري اذا اللعبه او الالعاب تنزل على كل الاجهزه اللي هي البي سي والبلاي ستيشن والاكس بوكس انا من, من وجهه نظري وارى انها على البي سي دائما افضل دائما دائما افضل تكون على البي سي طبعا تايتن فول اشوف أنه من الالعاب اللي تستاهل انك تلعبها على البي سي فقط جربتها على الاكس بوكس 1 ما فيها عيب بالعكس ممتازه لكن كم شخص عنده اكس بوكس 1؟ انا ما اعرف نظام السيرفرات كيف في الاكس بوكس هل اللي عندهم اكس بوكس 1 يلعبون مع الاكس بوكس 360 ولا لا؟ هذا اللي هذا اللي انا ما اعرفه لكن كميه الناس اللي يلعبون اللعبه على سي ما هي صغيره مره كبيره و واللعبه ممتعه للامانه مره ممتعه يعني انت شفتوا بدايه ما قاعد العب اللعب هذا موجود في البث تنويه بس بسيط ترى في بث مباشر في القناه موجود تحت في الديسكربشن الرابط اذا تبغى تجي البث جدا ممتع وناسه وفله احيانا تصير فيه هوشات اذا تبي تتهاوش يعني ما عندك مشكله ان المود دائما على حسب اللي تبغى اللي تعمل امر المهم ف وجهة نظر أحس إنه تايتن فول تايتن فول رجعت أيام الألعاب اللعب السريع اللي موجود من قبل صحيح إنه كان موجود في كود صحيح إنه في ناس لسه قاعد تعيش في كود مع كود وش هي الحين نازلة إم دبليو ثري أتوقع إم دبليو ثري لا غوست سوري كول أوف ديوتي جوستس أوكي فأتوقع في ناس إلى الحين ترى صدق ما قاعد استهبل والله نسيت الى الحين في اعتقد في ناس الى الحين تلعب كود كود والى الحين مستمتعه في اللي قاعد يصير في كود. للامانه انا ما لعبت القصه في كود جوست و... وبوجهه نظري كانت يعني عاديه مره. ما في قصه في تايتن فول، في قصه لكن بطريقه مختلفه كانك تلعب اونلاين والهدف كله من القصه انك بس تطلع رجل الي جديد يعني. اللعبه جدا ممتعه، لحد يعني ما اتوقع انه في احد شراها وندم حتى الان. فيها كراتيه زي ما شفت الحبيب اللي قبل شوي اعطاني رفشه كذا وذبحني. هذه آه، هذه الو... النقطة الوحيدة اللي ما هي عجبتني في اللعبة، انه الميلي اتاك او الحركة انك تضرب احد بيدك او برجلك بطيئة جدا. آه، احيانا تضرب احد و... او تضغط الزر اللي يضرب ما ي... ما يستوعب الا بعدين يعني. آه، فهذه وجهة نظري يعني في اللعبة، احس انه اللعبة صدق صدق تستاهل انك تبني تبني بي سي عشانها. آه، ما يحتاج لها بي سي قوي تحتاج كرت شاشه قوي اذا تبغى تلعب بالستنجز اللي مره مره عالي و... وللامانه انا ما جربت اي كروت شاشه اصلا من قبل غير كروت انفيديا بس عشان عشان اعطيكم وجهه نظري من ناحيه الكروت بس الكرت اللي عندي حاليا 680 جي تي اكس 680 قريبا باذن الله راح يكون عندي كرت جديد راح اجربه واوريكم الفرق بين بين الكرتين اذا اللعبه هذه شغلت على الترا واللعبه هذيك ما ماشا... ما اشتغلت على الترا آه لكن للامانه للامانه من من ال من ال من الالعاب اللي صدق صدق تستاهل انك تبني بي سي عشانها صدق يعني ما قاعد ما قاعد اقول لك الكلام هذا عشان والله جالس آه اسوي دعايه لحد لا بس اتكلم جد انه تايتن فول من الالعاب اللي تستاهل انك تبني بي سي عشانها وغير كذا انه في باتل فيلد برضو فباتل فيلد برضو من الالعاب اللي صدقني ما راح تستمتع فيها الا اذا لعبتها على البي سي صدقني المت التجربه اللي موجوده في لعبه باتل فيلد وحتى في تايتن فول مستحيل تشوفها في في الأجهزة, في الاجهزه في الاجهزه في الاجهزه المنزليه راح تلقاها فقط في جهاز البي سي خذها مني. هذا بالنسبه للمقطع اليوم ما اعرف ما اعرف وش العنوان حتى اللي بحطه للمقطع لكن بيطلع ان شاء الله. اتمنى اني ما طولت عليكم اتمنى انكم استمتعتوا بالمقطع اللي ما جرب تايتن فول انصحك انك تجربها صدق صدق انصحك انك تجربها حتى لو تجربها على اكس بوكس 360 ليش لا؟ عاد خذ فكره بسيطه عنها و جو ahead صدقني اللعبه تستاهل صدقني اللعبه تستاهل خصوصا اذا لعبت مع اخوياك اذا جلست انت وياهم يعني في سكايب ولا في التيم سبيك وقاعد تسولفون وتلعبون مره مره, مرة ممتعه المهم يعطيكم الف عافيه اراكم ان شاء الله في المقطع الجاي كان معكم عدل او اس اي جيمر تيك كير كيف سميلي. السلام عليكم